حلقة جديدة من برنامج الإنسان والحيوان. زي ما قلنا كل مرة، الإنسان والحيوان علاقة وطيدة، علاقة أزلية، علاقة مستمرة، علاقة منفعة، علاقة أمراض، علاقة محبة. جميع العلاقات الإنسانية بتشمل الإنسان والحيوان. يسعدنا ويشرفنا النهاردة يكون معانا في الحلقة الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الجرحي، نائب الوزير الأسبق. بنحيي حضرتك. ومعانا الأستاذ الدكتور سمير إدريس، الأستاذ الدكتور بمعهد البحوث المصل واللقاح بالعباسية. أهلا، شرفتونا. نحب أولا إن احنا البرنامج النهاردة عنوانه تحت عنوان عالم واحد صحة واحدة. النهج ده أو الاسم ده تقريبا ابتدى في 2017 نتيجة إن العالم كله بقى عبارة عن دولة واحدة، مفيش حدود، مفيش حدود للأمراض، مفيش حدود للناس، بقى كله بدون عوائق. فعشان كده الوزارة اللي هي منظمة الصحة العالمية ومنظمة الفاو ومنظمة الصحة الحيوانية كلهم أشادوا إن لازما في حاجة اسمها الصحة الواحدة. الصحة الواحدة دي بتضم جميع الهيئات، جميع الشركات، جميع المجتمع، بتضم دائما وابدا البيطريين في الاول، البيطريين رقم واحد، البيطريين هم اللي بيشاركوا مع البشريين، هم اللي بيشاركوا مع البيئه، هم مشاركتهم مع الصناعه، مشاركتهم مع الزراعه، مشاركتهم مع الصناعه والتجاره والاقتصاد. فمن هنا جه النهج ده اللي هو نهج صحه واحد. نبتدي مع استاذنا الدكتور محمد الجرحي ويحب نعرف ما هو نهج الصحه الواحده. واولا زي ما حضرتك تفضلت واشرت ان العالم اصبح قريه واحده، الحل الوحيد لجميع المشاكل الموجوده في العالم دلوقتي وعلى اساسها طبعا المشاكل الصحيه زي ما شفنا في مشكله الكورونا الاخيره دي، كل العالم بيحط ايده في بعض وبيتكاتفوا مع بعض. زي برضو حضرتك تفضلت واشرت ان السندروم ده او الظاهره ده او المصطلح ده عالم واحد صحه واحده بدا يظهر في السنوات الاخيره. ليه بقى؟ هديك مثال بسيط جدا حضرتك. في الانسان في عندنا 1417 مرض معدي، منهم 870 مرض من اصل حيواني. فاصبح عشان اتعامل مع اي مشكله مرضيه دلوقتي ما ينفعش او ما يقدرش كتف واحد يشيلها اللي هو الصحه فبدا دلوقتي فعلا ينظموا مؤتمرات ولقاءات علميه تشاوريه عديده جدا بتضم هيئه الصحه العالميه، هيئه الاغذيه والزراعه، الاو اي اي او مكتب الاوبئه البيطريه، كل دول اتجمعوا مع بعض وانضم ليهم كمان هيئه الطاقه الدوليه الذريه. ليه؟ لان دي هي المعنيه ب ان انا اقدر اشخص الفيروسات وأكد التشخيص وأشوف وسائل لمكافحة هذه الفيروسات. هو طبعا حضرتك ده شيء طبعا يعني رقم واحد احنا بنقول فيه البيطريين، لأن هم بيهتموا جدا جدا رقم واحد في الموضوع صحة واحدة ده بالأمراض المشتركة. أيوة. وطبعا هنرجع مع حضرتك تاني وموضوع الأمراض المشتركة. بالنسبة للدكتور سمير، يعني سؤالنا لحضرتك وسؤال برضو إيه يعني في ناحية كبيرة من تخصص حضرتك اللي هو لماذا نهج الصحة الواحدة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية بحب أهنيك على البرنامج الجميل ده وربنا يوفقك فيه إن شاء الله. وطبعا دكتور محمد أخويا وحبيبي وبادئين مع بعض نشاطات في مكافحة الزينوتك ديزيز من فترة كبيرة جدا. طبعا يعني لو قلنا صحة واحدة المستهدف فيها الإنسان فيبقى الهدف الأساسي وقاية الإنسان قبل ما توصل الأمراض، عشان نقي الإنسان قبل ما توصل الأمراض. أستاذنا الدكتور جرحي مشكورا نوه إن هما أكتر من 800 مرض مشترك، أكتر من 800 مرض مشترك لو حصل وتمكننا كطب بيطري إن إحنا نوقفه في حدود الحيوان أو نعالجه ونمنعه كمان داخل الحيوان، يبقى إحنا في الخط الأول أنقذنا الإنسان، أنقذناه من مجموعة يعني أكتر من تلتين الأمراض اللي بتصيب الإنسان. يعني 870 من 1400 تلتين الأمراض مصدرها حيواني، فلو حصل وسيطرنا عليها في المجال البيطري مع الجزء الخاص بالحيوان أيا كان نوعه
لان الزونوتك ديزيز امراض خطيره جدا جدا، في على راسها طبعا دلوقتي الكورونا عامل ضجه رهيبه، على راسها السعار، على راسها البروسيلا، على راسها التي بي. الامراض دي قاتله بالنسبه للانسان، لو حصل وقدرنا نسيطر عليها في الجزء الخاص بينا الجزء البيطري يبقى احنا عملنا خدمه كبيره جدا للصحه العامه وصحه الانسان بوجه عام. وده يفتح اهم حاجه في السيطره على اخطر الامراض الفيروسيه والبكتيريه. هو ده بيدي مثل لحضرتك طبعا متخصص حضرتك جدا، ويمكن المنظمه نفسها العالميه اديته اللي هو مرض السعار. مرض السعار ده حضرتك توضح لنا ازاي ان هو لازم اتباع الصحه العامه او الصحه الواحده في موضوع السعار ده. ده موضوع السعار ده موضوع خطير جدا. احنا دلوقتي العالم كله طبعا متاثر جامد بفيروس الكورونا، وده برضو من الفيروسات الار ان ايه، كل مجموعه الار ان ايه خطيره جدا على الانسان. السعار برضو فيروس ار ان ايه وقاتل بالنسبه للانسان، وعلى مدار الاعوام كلها بيسبب وفيات على مستوى العالم فوق ال 50,000 حاله. يعني في 50,000 انسان بيموت سنويا مصاب بالسعار على مستوى العالم. على مستوى مصر هنا احنا تعدينا ال 100-150 حاله بشريه. فبالتالي السعار لو قدرنا نسيطر عليه في الحيوانات البريه والحيوانات الاستري دوج والحيوانات المملوكه، نقدر نسيطر على جزء كبير جدا من وفيات الانسان المسببه بامراض فيروسيه مشتركه زينوتيك ديزيز. طبعا السعار احنا عملنا فيه سوا مجهود كبير جدا، وان شاء الله هنكمل بان احنا عايزين نسيطر عليه في الحياه البريه وفي الحياه الحيوانات المملوكه وهكذا. طبعا لو عايزين نبدا مبدئيا في الزونوتيك ديزيز يبقى لازم نبص لعمليه النظافه. النظافه والقمامه يعني نحمد الله ان موضوع كورونا جه الناس كلها دلوقتي متجهه للنظافه. غسيل ايدين، تطهير، تعقيم شوارع، تنظيف شوارع، تنظيف منازل، تنظيف الباسكت الرابج الزباله السوري، الناس بترمي بره منه مش بترمي جوه منه. دلوقتي كل الناس اتجهت الحمد لله انها تتجه لجزئيه النظافه. لو سيطرنا على النظافه بالتالي هنقدر نسيطر على الستري دوج، وهنقدر نسيطر على اعداد الحيوانات الضاله، نقدر نسيطر على الامراض خاصه السعار. وكورونا اللي لسه ما ثبتش هو تبع القطط والكلاب ولا مش تبع. لسه هندخل في موضوع كورونا بعد مثلا زي ما حضرتك قلت كده اللي هو السعار، على اساس ان هو لو الدكاتره البشريين حاولت ان هي تخلص او وزاره الصحه تخلص منه مع نفسها ده مستحيل، لازم الطب البيطري معاها. في نفس الوقت زي ما حضرتك قلت النظافه دي يعني البيئه، واخد بال حضرتك؟ فهو حطه مثلث البشريين والبيطريين والبيئة. لازما الثلاثه يتعاونوا بيساوي صحه عامه في جزئيه او صحه واحده. في جزئيه السعار بعد اذنك بالذات ما زال حتى وقتنا هذا اللقاح للانسان والمصل عالي العياري للانسان مستورد، تكلفته عاليه جدا جدا جدا. لو قلنا ان في مصر نص مليون انسان بيتعض سنويا، نص مليون انسان بياخد 5 جرعات لقاح سعار، الجرعه مكلفه جدا. ونقول تلتهم بيتعض في الجزء الخطير ما فوق الراس، فبياخد مصل عالي العياريه، ولله الحمد وزاره الصحه موفراه بيوريفايد ايمينوجلوبولين، يعني ايمينوجلوبولين ملقب من المانيا، فتكلفته عاليه جدا جدا جدا. ده على المستوى البيطري. احنا الحمد لله نجحنا في المعهد عندنا بفضل الله ثم بمساعده استاذنا الدكتور محمد سعد مدير المعهد، الحمد لله انتجت الهايبر ايمين سيرم مؤخرا، وانتجنا اللقاح السعار محليا اللي هو منتج على الخلايا النسيجيه، ده من ساعه الدكتور سنه 95 زي ما حضرتك عارف. فلو قدرنا ننتج الحاجات دي بشري هنوفر كتير جدا، ولو قدرنا نسيطر على العدد نقدر نقلل عدد التكلفه في اعداد الجرعات اللي ممكن يستخدمها الانسان. فبالتالي ميزانيه وزاره الصحه في مكافحه السعار ميزانيه عاليه جدا، نقدر نستغل منها جزء في تطوير مشاريع السعار زي ما حضرتك عارف، ونتكلم فيها بالتفصيل. هو اللي حضرتك برضه قلته ان احنا كده بنوجه نظر المسؤولين ان احنا بالنسبه لنا الوقايه خير من العلاج، فالوقايه هي البيطري والبيئه، الصحه علاج. فاحنا نخلي ميزانيتنا معظمها تبقى ناحيه البيطري، لان ده هو اللي هيجيب الموضوع من النهايه. هو احنا مش هنقدر نوزع الميزانيه، انما احنا عايزين نقول ان الصحه بتتعامل مع مرض الانسان، احنا عايزين نمنع الانسان انه يمرض اصلا. ان الانسان يعني لو عاش صحه واحده، عالم واحد، مجتمع واحد بصحه جيده جدا
باقل مستوى من الامراض، يبقى احنا قدرنا نوفر ميزانيه كبيره جدا للصحه اولا، ثم نستفيد بها في المجال بتاعنا. ان شاء الله. ماشي يا دكتور. دكتور محمد، كنا قلنا الامراض المشتركه وبخلاف ان هم عددهم هم طبعا كتير جدا، وطبعا هي دلوقتي تقريبا صحه الانسان كلها يمكن 90% او اكتر بتروح ناحيه المنشأ الحيواني اللي هي الأمراض المشتركة، والأغذية اللي الإنسان بيتناولها، واخد بالك لو تناول بعد عن الأمراض المشتركة والأمراض الحيوانية وبعد عن الأغذية الفاسدة والأغذية هيبقى صحته كويس. فإحنا من هنا بنقول لحضرتك الأمراض الفيروسية أو الأمراض البكتيرية والأمراض الفطرية والستيريا والطفيلية، كل الأمراض دي نظرة عامة كده عليهم والسيطرة عليهم. هو خليني اقول في الاول زي ما حضراتكم تفضلتوا، الدكتور البيطري دور مهم جدا، علشان كده بيسموا الطبيب البيطري طبيب الانسانيه، لان هي وظيفته في المقام الاول ان هو بيحمي الانسان من الامراض التي تنتقل للحيوان من الحيوان. زاد عليها كمان ان الدكتور البيطري دلوقتي بقى له دور مهم جدا في الامن الغذائي، لان الثروه الحيوانيه دي دلوقتي سواء موجوده عند كبار المربيين اللي هم بيملكوا حوالي 15% من قوه الثروه الحيوانيه، كل معظم الالبان اللي موجوده في السوق جايه من ال 15% دول، انما في 80% برضه موجوده عند صغار المربيين. فبدات الطب البيطري والهيئه العامه للخدمات البيطريه ووزاره الزراعه بيوجهوا الاهتمام بالمربي الصغير دوت اللي هو في ايده 80% من الثروه الحيوانيه. احنا كنا عاملين مشروع كبير جدا اسمه قوافل العلاجيه الارشاديه بين المعاهد البحثيه بمركز البحوث الزراعيه، سواء تناسليات او صحه الحيوان او الانتاج الحيواني او معمل الابصار واللقاحات، بيوفر لنا لقاحات مجانيه بالنسبه للفلاحين، كنا وبننزل في القرى مصر كلها بحيث ان انا اقف جنب الفلاح الصغير دوت اللي هو ماسك 80% من عباده الثروه الحيوانيه دي كلها، بعلمه مش بس ازاي يقي الحيوان بتاعه من الامراض، لا بعلمه كمان ازاي يوفر الغذاء من ضمن المكونات البسيطه اللي موجوده عنده في الغيط او موجوده عنده في البيت، اعلي القيمه الغذائيه بتاعتها بحيث ان هو الحيوان بيبقى 70% من تكلفته تغذيه. فبقى ان احنا دكاتره بيطريين دور مهم جدا دلوقتي برضه في تغذيه الحيوان بجانب صحه الحيوان. الطب البيطري من زمان له اسهامات كبيره جدا بالنسبه لصحه الانسان، صحه البشريه. يعني انا بس هقرا عشان ما غلطش في حاجه. اول من عزل الفيروسات الورميه الناتجه من الاورام كانوا الدكاتره البيطريه. اول من عزل انواع السلمونيلا والبروسيلا اللي هم بيسببوا مشاكل خطيره جدا بالنسبه للانسان هم الدكاتره البيطريه. اللي اتعرفوا على المسبب للتسمم السجوقي في امريكا، كان حصل في تسمم نتيجه اكل سجوق ملوث ببعض انواع البكتيريا، كانوا هم الدكاتره البيطريه. اول ناس انتجوا مضاد للتخثر، لمضاد للتجلط عشان يعالجوا بيه انسداد التهاب الشرايين، كان الدكاتره البيطريين. طوروا تقنيات جراحيه ما كانش يقدر الطب البشري يعملها بدون مساعده الطب البيطري، انها في الاول بتتجرب على الحيوان، زي استبدال مفصل للورك، زرع ونقل الاعضاء، كل ده بدا بيه الطب البيطري الاول. التلقيح الاصطناعي ونقل الاجنه، معظم الدكاتره بتوع الاخصاب المعملي او الاخصاب المجاري الموجودين في مصر اول ابحاثهم كانت عندنا في المعهد، في معهد بحوث التناسليات. ليه؟ كان عندنا الحيوانات وكانوا بيجروا التجارب الاوليه عليها. وعندنا دكاتره موجودين دلوقتي بدون ما نعمل دعايه لبعض المراكز الكبيره التخصصيه بيشتغل فيها دكتور بيطري. فالدكتور بيطري لنا دي دور مهم جدا انه بيحمي الانسان من الامراض التي تنتقل من الحيوان. هنكمل بس معانا دلوقتي احنا معانا كذا خبر، فمعانا دلوقتي في خبر يعني مستعجل يمكن وجع بطن بعض المصريين النهارده، فمعانا على التليفون يقول لنا عنه دكتور احمد عبد الكريم. هو الموضوع ان قالوا مد فتره صلاحيه الاسماك من 6 شهور ل10 شهور والكبده من 6 ل9. فالموضوع ده طبعا يعني عاوزين نستفسر من دكتور احمد عبد الكريم معانا دلوقتي على التليفون. اتفضل دكتور احمد. اهلا وسهلا بيك دكتور محمد توفيق، وكل عام وانتم بخير. وطبعا في الاول لازم نرحب باستاذنا معالي الوزير الدكتور محمد الجرحي واستاذنا الدكتور سمير ادريس. اهلا بيك يا فندم، شرف ليا اكون موجود معاكم. الله يخليك يا فندم. بالنسبه لقرار مد الصلاحيه، احنا عارفين طبعا حضرتك ان الصلاحيه اختص بيها اللي هي هيئه المواصفات والجوده التابعه لوزاره التجاره والصناعه. ف
فهو صدر قرار معالي وزير التجارة والصناعة بمد صلاحية الأسماك من 6 شهور لتسع شهور، واللحوم من 7 شهور، من الكبدة من 7 شهور لعشر شهور. وطبعا احنا منتظرين نشره في الوقائع الرسمية عشان يبقى فاعل مفعل القرار استخداماته. هو حضرتك طبعا لو قرينا القرار هتلاقيه محدد المدة لغاية 31/12 دوت. طبعا كلمة محدد المدة دي يدينا انطباعين، الانطباع الاول انه طبعا نظرا للظروف الحاليه، لكن طبعا نطمن الناس يعني ان الكبده لو او اللحوم او الكبده او الاسماك لو فيها فساد يعني هيبان وهيظهر بالنسبه للفحصين والمفتشين والبيطريين، ده هيتطلب منهم مجهود كبير. لكن الصلاحيات اللي هي اللي معموله حاليا دي كانت سنين سابقه، طبعا النقل اتغير والثلاجات والحفظ اتغير والظروف دي اتغيرت والناس بقى عندها وعي في العرض وكده، فعشان كده الصلاحيات يعني يبقى في اعاده نظر للصلاحيات لجميع المنتجات مش الكبده والسمك بس يعني. وحضرتك طبعا اداله محدد المده كده، ده معنى كده ان في فعلا تجارب قائمه حاليا عشان خاطر يحاول او عشان خاطر تثبت فعلا الصلاحيات الجديده دي، ودي هتبقى مصلحه المستهلك ومصلحه التاجر نفسه، وتنعكس برضه على الاسعار بتاعه المنتجات. فان شاء الله احنا في انتظار القرار النهائي في نهايه السنه ونشوف وصل لايه من هيئه المواصفات والجوده اللي هي المختصه باصدار هذه القرارات. هو يا ريت بس يا دكتور احمد احنا داخلين على فتره صيف، فيعني الصيف معروف فيه ان معلش برضه هو الناس ابتدوا متطورين وعندهم ثلاجات، بس يكون القرار يجي على دخول فتره الصيف وهياخد الصيف كله في فتره ان الكبده والاسماك والحاجات دي سريع الفساد نزود الصلاحيه، فهي دي اللي عامله قلق شويه. هي صحيح في مواصفه قياسيه وفي متابعه ولازم الاطباء البيطريين هينزلوا يفتشوا ويشوفوا عملهم الضعف، لكن هي برضه نقطه ان احنا داخلين على الصيف والتاريخ يزيد دي اللي عامله قلق شويه. طبعا انا مع حضرتك والناس ليها حق اثاره القلق، لكن برضه نطمن الناس ان هيبقى في مجهود كبير قوي من المفتشين سواء من عندنا او من باقي الجهات المعنيه. حضرتك انت لو جبت اي منتج حتى لو صلاحيته سنتين وما وفرتلوش الظروف الملائمه للحفظ هيبوظ بعد يومين يعني اقدر حضرتك. فدوت هيتطلب مننا مجهود ان نشوف الاسواق ونشوف الثلاجات حتى لو مكتوب عليها الصلاحيه ما زالت مستمره لكن كانت تعرضت للفساد سواء بالفحص الظاهري او الفحص المعملي، لا هيبقى في اجراء طبعا الناس ما تقلقش ابدا من اي منتج معروض في السوق، لان فعلا هيبقى في حملات مكثفه من الزملاء البيطريين وباقي الجهات المعنيه الفحص. هو برضه يا دكتور احنا بنتكلم في موضوع يمكن حضرتك كنت معانا في الحلقه اللي فاتت، هي صحه واحده، فعاوزين نتاكد بس صحه واحده يعني المفروض القرار نازل من جاي من وزاره التجاره والصناعه، فهو المفروض صحه واحده دي يعني المفروض يشترك معاهم في القرار رقم واحد البيطري واخد بال حضرتك والجهات الثانيه المسؤوله، يعني البيطري دول اساسا هم اللي يبقوا صاحب راي. هل اتاخد راي الهيئه العامه للخدمات البيطريه ووزاره الزراعه في الموضوع ولا القرار جاي فقط من وزاره الصناعه والتجاره؟ هو حضرتك صاحب قرار الصلاحيه بقوه القانون اللي هي هيئه المواصفات والجوده التابعه لوزاره التجاره والصناعه. لكن الخطوات اللي اتخذ فيها القرار اعتقد ان عشان كده طلع محدد المده، ان في حاجات اجرائيه ان شاء الله نتمنى مشاركه وزاره الزراعه فيها ومشاركه في الهيئه العامه للخدمات البيطريه، لان طبعا اي حاجه من اصل حيواني يختص بها الطبيب البيطري دوت يعني شيء يعني المفروض هو المتبع وهو المعروف وهو المتداول عالميا. فان شاء الله يعني هيبقى في تواصل مع وزاره التجاره والصناعه ومختلف هيئه المواصفات والجوده عشان خاطر نشوف هم ايه بالظبط اللي قاموا بيه وايه بالظبط المطلوب والخطوات اللي جايه بعد كده لغايه لما نشوف قرار النهائي هيبقى ايه، وهنبلغ ان شاء الله الناس. شكرا دكتور. دكتور احمد ثانيه واحده بعد اذن سعادتك. اولا طبعا ده هيبقى مجهود مضاعف بشكل جبار على الاطباء البطريين اللي هم اصلا عددهم قليل جدا. ثانيا الصلاحيه لما تمتد ب3 شهور يعني الكبده تبقى 10 شهور وهكذا، مش المشكله بس في التفتيش عليها، المشكله ان الحاجات دي هتدخل مصنعات فمش هيبقى لها تاريخ، فلو حصل فساد فده المفروض ان سلامه الغذاء دي مسؤوليه الطبيب البيطري اولا واخيرا. فيعني لو حصلت انها دخلت في مصنعات وهي اكسبايرد او حصل فيها تلف مش هنقدر نفحصها بالشكل والسمك ده. والسمك والكبده مش السمك والكبده اكثر حاجه تتعمل يعني فيليه او تتعمل مجمدات يعني بتدخل في مصنعات كتير جدا جدا، فكده احنا دخلنا في ريسك على الانسان، اهم حاجه صحه الانسان. فيعني
مش عارف سعادتك القرار يكون يعني متابعه يوميه متابعه بقى متابعه حاجه فظيعه يعني. ولو وجد ان هو هيدور انسان يبقى بلاش منه. عدد الاطباء المعينين قليل جدا للمجهود ده يعني، يعني على كده مطالبين يدخلوا كل محل وكل ثلاجه وكل مجزر، عمليه رهيبه يعني، ربنا يوفقهم جميعا يا رب. زي ما حضرتك بتقول هو يعني اي حاجه ذات منتج حيواني الاصل فيها الدكتور البيطري ده المفروض منه، ودوت فعلا لازم يعني يؤخذ في الاعتبار في اتخاذ القرارات. لكن حضرتك زي ما بتقول طبعا هيتطلب مننا مجهود، هيتطلب مننا مجهود، واعتقد البيطريين مش هيتوانوا في عمل مجهود وعمل فحوصاتهم وعمل تجديد وتكثيف الحملات بتاعتهم عشان خاطر هذا الامر. لكن برضه حضرتك بالنسبه للمصنعات ان شاء الله نحاول يعني نخاطب وزاره التجاره والصناعه ان الصلاحيات اعاد النظر فيها، حتى صلاحيات الحاجات المصنعه نفسها المفروض تاخد صلاحيه المنتج اللي هو مصنوع منه، واخد بقى حاجه تاخد صلاحيات جديده الا في حاله واحده بس، اذا كان حصل عليها معاملات حراريه او طبعًا. معاملات ثانيه بتكسبها الصلاحيه الجديده. تمام سعادتك. يعني لما يخلص لما ياخد سمك فاضل عليه اسبوعين ويدخله في مصنعاتها يديها صلاحيه ست شهور تاني او كبده او حتى فراخ مجمدات حاجات زي كده وياخدها يصنعها لانشون ومش عارف ايه ويديها صلاحيه سنه تاني، يبقى ده موضوع خطير جدا. انا مع حضرتك طبعا دي حاجات كلها لازم اعاد النظر فيها، ربنا يسترها. بس لو فيش معاملات تمت على المنتج يعني لو هو نفس الماده الخام بتاعته هي اللي دخلت المصنع وناتج عنها نفس الماده الخام، دي طبعا لازم تاخد صلاحيه الماده الخام نفسها. لكن لو حصل عليها معاملات حراريه او اضافه مواد حافظه او اضافات او تدخل في مواصفه ثانيه، دي حضرتك طبعا بتعمل لها تجارب اللي هي تجارب الثبات عشان نشوف الصلاحيه بتاعتها قد ايه، وان شاء الله نتمنى يكون في مراجعات للصلاحيات كلها، مش الصنفين دول بس، السمك والكبده يعني. يعني في حاجات كتير قوي غير السمك والكبده فيها صلاحيات يعني. ربنا يوفقك دكتور احمد ويعين سعادتك ودكتور عبد الحكيم على المجهود ده، ربنا يوفقك. شكرا دكتور احمد رئيس الاداره المركزيه للحاج البيطري، ربنا يوفقكم. هو ده كان خبر طبعا مهم ولازم نبدا بيه، لان خبر ده يوم خطير. خطير وفي نفس الوقت يوم ما بينشل على الفئه الفقيره اللي هي يعني بتستهلك كميات كبيره من الحاجات ديت. واول ما حاجه يعني يتردد وبطنه توجعه وخلاص بقى انا تعبان من قبل ما اكل. فده كان خبر معانا. الخبر الثاني اللي بنحب نقوله يعني وبنهنئ فيه انفسنا والاطباء البيطريين، هو الخبر الثاني كان عباره عن بيان للجنه العليا للانتخابات برئاسه الدكتور بدر ضيف. والخبر في مجمله يعني اللي هو قرارات اللجنه العليا للاشراف على الانتخابات الاطباء البيطريين تحديد الجمعه الموافق 12/6/2020 موعد انعقاد الانتخابات، وذلك بعد موافقه هيئه النيابه الاداريه. فبنهيئ نقابه الاطباء البيطريين وبنهيئ الاطباء البيطريين على الخبر. ثالث حاجه معانا يعني الاطباء البيطريين على طول يعني او الطب البيطري عموما بيبقى سباق في اي عمل اجتماعي، فعندنا في اثنين مبادرتين نحب ننوه عنهم ونحب برضه نعضد منهم في فتره الكورونا ديت. المبادره الاولى كانت لشركه جوميدا، دي بتطلق حمله تحت اسم يد نظيفه تساوي حياه للحد من انتشار فيروس كورونا. واعلنت الشركه ان هي ابتداء من يوم 11 ابريل السابق ديت ان هي في محافظه المنوفيه هتبدا حملات لرش بعض الاماكن، لتعليق بوسترات، للتوعيه، واخد بال حضرتك، برعايه طبعا السيد محافظ المنوفيه اللواء ابراهيم احمد ابو ليمون، وبالتعاون مع مديريه الصحه ومديريه الطب البيطري، فدول بنحييهم. وفي نفس الوقت في مبادره في القليوبيه على نفس النطاق اللي هي مبادره الجمعيه الخيريه لحمايه البيئه والحيوان في مصر، بالتعاون مع مجموعه اطباء بيطريين العبور وجروب محب الحيوانات الاليفه بالعبور، دول برضه حمله اطلاق معا ضد الكورونا، ودي هتبدا يوم 14 اللي جاي 14/4. في نفس الوقت دي تحت رعايه محافظه القليوبيه ورئيس جهاز مدينه العبور، وبرضه الاثنين بيتوسعوا في مناطق اخرى. مجموعه متطوعين لتوفير رش لبعض الاماكن الهامه، تعليق بوسترات، وده هام جدا في بعض الاماكن الحيويه عشان الناس تتوعى وتقدر ان هي تعرف ايه هي الاشتراطات بتاعه الكورونا. في نفس الوقت بيقدم يعني بتاعه العبور بتحاول ان هي تعمل مساعدات اجتماعيه للناس بتوع اليوميه اللي هم اتاثروا فتره الحظر، ودي حاجه كويسه جدا. وفي نفس الوقت عاملين عياده طوارئ للحيوانات، لان طبعا فتره الحظر دي جايز حيوان
يبقى عنده اصابه او عنده مرض ما يقدرش يستنى فتره الحظر، فعياده الطوارئ مهمه جدا. وعشان كده بنناشد برضه المسؤولين ووزير الزراعه ان هو الاطباء البيطريين لازم يقدروا يشوفوا شغلهم ساعه الحظر. العيادات البيطريه بالذات عيادات حتى لو عيادات طوارئ، لان الحيوانات الفتره اللي جايه دي في حيوانات عجول، حيوانات اليفه، كل الحيوانات دي بيبقى فيها حالات طارئه، فعاوزين نطالب من الاطباء البيطريين يبقى ليهم تصريح ان هم يقدروا ان هم يتنقلوا اثناء فتره الحظر، اللي هم اصحاب العيادات، اصحاب العيادات البيطريه بجميع التخصصات. وده طبعا معايا في سياده الوزير الدكتور محمد. هو حضرتك انا لاحظت حاجه مهمه جدا، ان احنا دلوقتي بقى قلبنا على بعضنا في المجتمع المصري بالزبط. ورب طاقه نافعه. كورونا خلى الناس كلهم توحدوا على قلب راجل واحد، ازاي احنا هنواجه هذا الفيروس. في جميع المحافظات تقريبا في مصر انا لاحظت فعلا ان الاطباء البيطريين العلميين مع الاطباء البشريين بينزلوا بيطهروا جميع القرى وبيساعدوا. احنا عندنا خبرات جامده جدا. العلميين عشان مقاومة القوارض والحشرات والافات والناموس، يعني اقصد دلوقتي بقى في فعلا اللي احنا بنقول عليه انه عالم واحد. ده على المستوى الدولي وعلى المستوى المحلي دلوقتي. فالدكتور بطري من زمان موجود، والطب البطري موجود، والحيوان موجود. يعني ما ننساش ان اللي علم قابيل وهابيل اول درس في التاريخ كان غراب. عندنا في الاسلام في ست صور قران بتتكلم عن الحيوان، البقره والانعام والنحل والنمل والعنكبوت والفيل. والنبي عليه الصلاه والسلام قال دخل في امراه دخلت الجنه في هره، وان في راجل دخل الجنه في كلب كان عطشان فسقاه. فالحيوان والاهتمام بالحيوان موجود ومتأصل في التاريخ. في نصوص قديمة أثناء حكم حمورابي في حضارة بابل بالعراق 2000 سنة قبل الميلاد كان بتتكلم على الحيوان وعلاج الحيوان والبيطرة. في أول مدرسة للطب البيطري كانت في فرنسا مدينة ليون كانت 1762. الدين نفسه في العهد القديم كان بيقول آية جميلة جداً، بيقول لك ايه، اشتغل 6 أيام في الاسبوع واليوم السابع ارتاح وريح ثورك وحمارك. يعني مش يعني ربنا قال انك انت بترتاح وفي نفس الوقت برضه الحمار والطور والحيوان اللي معاك دوت من حقه انه ايه يرتاح زيك يعني. دكتور محمد طبعا هنرجع لحاجه ثانيه، بس في نقطه بس قبل ما انساها. اتفضل. هو حضرتك طبعا استاذنا فيها وخاصه بالمناعه. والنقطه دي يمكن خاصه برضه ليها علاقه بالكورونا. اللي هي نقطه التعيين بتاع السل، وده هنرجع له كمرض مشترك والموضوع بتاعه. بس هننتقل للدكتور استاذنا الدكتور سمير وموضوع المصل. طبعا احنا بنتكلم صحه عامه وبنتكلم صحه واحده وبنتكلم امراض مشتركه، وفي نفس الوقت برضه المصل بتاع كورونا. يعني الدنيا دلوقتي قايمه في كل الدول وبتتسابق حوالين مين اللي هيقدر يصنع المصل. انا اللي عرفته عن طريق معلوماتي القليله ان هنا مركز بحوث الدقي ومعاه دكاتره فيروسات، والدكاتره كلهم بيتسابقوا ان هم يبتدوا ان هم يجهزوا مصل محلي خاص بالكورونا. حضرتك تقول لنا ازاي، ايه التعب؟ طبعا عارف ان هو موضوع شاق وموضوع متعب والتعامل مع الفيروسات عموما، فحضرتك تقدر توضح لنا معلش النقطه دي عشان الناس تعرف. هو بسم الله الرحمن الرحيم، في موضوع التحصينات والمناعات الفيروس ملوش علاج. الفيروس بداية ليه وقاية، الفيروس أيا كان ملوش علاج. الفيروس الوحيد اللي ثبت ان ليه علاج حاليا او اللي ليه بوست اكسبوجر تريتمنت هو الهربس، بيتعالج بزوفراكس، والريبز انك تاخد اللقاح ما بعد التعرض، فبيحصل ان شاء الله وقاية منه. انما اي فيروس لازم يتجهز له لقاح خاص، واللقاح الخاص بالكورونا مشكلته الوحيده او اللي هياخد منه وقت كبير شويه، ممكن شهر او اكتر او شهرين كمان، الادابتيشن، ان انا اخد المعزوله نفسها واطلع منها بفاكسين الاسترين، عشان اطلع منها بعتره تصلح انها انتاج لقاح لازم اعمل لها ادابتيشن على حاجه غير الانسان، سواء خلايا سواء حيوان سواء بيض او بيض مخصب او حاجات زي كده، بحيث ان يحصل لها تنميه في الهوست الاخر وتصبح ضعيفه للانسان، فتصبح قادره على ان انا اعمل لها اكتيفيشن وتبقى لقاح. حاليا الاتجاه العالمي كله ان كل الناس اللي خفت من الكورونا
معاها اجسام مناعيه جاهزه، فابتدوا ياخدوا منهم عينات وياخدوا منهم البلازما، يفصلوا السيرم بتاعهم ويطلعوا البلازما والاجسام المناعيه ويعالجوا بيها الحالات شديده الحرجه جدا. تمام. الحالات اللي هي مش قادر يتصدى للفيروس، فدي اجسام مناعيه بتبقى جاهزه ودي اسمها مناعه مكتسبه. المناعه المكتسبه اجسام مناعيه زي البصل العالي العياريه اللي احنا محضرينه للسعار، ده بيتاخد عشان يعادل الفيروس اللي داخل الجسم. تمام. فده ممكن يجيب نتائج كويسه جدا مع الحالات الحرجه من الانسان اللي هو مش قادر يكافح الفيروس. انما احنا بالنسبه لنا لو عملنا الاحصائيات زي ما الناس كلها قالت ان 80% من اللي بياخدوا الكورونا ربنا بيعافيهم وبيتم شفائهم والحمد لله، و20% بيدخلوا في مراحل اما بيتعمل له الحجر ويستجيب، يا اما 2% بتحصل معدلات وفاه. يعني احنا دلوقتي وصلنا لمعدلات في مصر تقريبا حوالي 160 حاله من ماشي. يعني من عدد كبير من البني ادمين اللي تعرضوا. انما ان شاء الله ان شاء الله خطوات انتاج اللقاح هي في النقطه دي ما بتخصش المجال البيطري، لان المعزوله نفسها تمتلكها وزاره الصحه، فبتشتغلها في معامل وزاره الصحه او المعامل الخاصه بالبحث العلمي بيها يعني. تمام. احنا بس هناخد فاصل قصير كده ونرجع معاكم تاني مع سيادتكم. فاصل ان شاء الله ونواصل. الشركة المصرية الأوروبية. تعمل الشركة المصرية الأوروبية منذ أواخر القرن الماضي في الأدوية البشرية والبيطرية. توفر الشركة العديد من المنتجات اللازمة لرعاية وتغذية وعلاج مختلف الحيوانات. الأمان الحيوي، وتشمل العديد من المطهرات، اللقاحات والأمصال. المنتجات العلاجية، وتشمل العديد من المضادات الحيوية، مضادات الالتهاب ومضادات الطفيليات الداخلية والخارجية ومضادات طفيليات الدم. أيضا توفر الشركة العديد من منتجات الصحة التناسلية. الشركة المصرية الأوروبية. يسعدنا ويشرفنا دائما خدمة. شكرا. رجعنا لكم تاني ونكمل الموضوع مع دكتور سمير. يمكن خلاصه الموضوع ان احنا الحمد لله نقطه المصل شغال عليه وزاره الصحه والمعاهد البحوث عامله شغل جامد، بس هي النقطه الوحيده ان احنا برضه كمصر الامكانيات الى حد ما ضعيفه شويه، فبتحتاج شويه مساعدات من بعض الشركات، بعض رجال الاعمال. لازم الناس دي تبتدي تسال عن البحوث اللي بتتعمل وتبتدي ان هي تقدم مساعدات ليها، وهو ده المفروض دور رجال الاعمال والشركات الكبيره دلوقتي. نرجع لاستاذنا. البحث العلمي كله بالظبط كده، هو المجال كله بالذات وقت الازمات يعني بنركز فيها، يعني البحث العلمي عموما على مستوى عاوز مساعدات، بس بنحاول ان احنا فتره الازمات دي كلنا زي ما قال دكتور محمد يد واحده، صحه واحده، يبتدي رجال الاعمال الشركات تقف جنب الابحاث دي عشان خاطر في الاخر نوصل ان شاء الله لمصل او علاج. بالنسبه للدكتور محمد، نقطتنا والنقطه اللي هي اليومين دول كل شويه تصار على مستوى العالم ان البي سي جي بيجيب نتيجه وبيرفع مناعه، ويمكن سمعت ان استراليا حقنت تقريبا الاطقم الطبيه كلها بالبي سي جي، وكمان تقريبا هولندا، وقالوا ان ده ليه دور في المناعه وليه دور ضد الفيروس. فنسمع حضرتك النقطه دي. هو طبعا زي ما قال الدكتور سمير الامراض الفيروسيه بالذات ما لهاش علاج. طب الحل ايه؟ مين اللي بيخف؟ مين اللي بيشفى من المرض؟ قالوا الفئات العمريه الصغيره في السن. ليه؟ لان مستوى المناعه عندهم عالي جدا. فأنا لازم أدور على إيه هو اللي بينشط المناعة في جسم الإنسان ويقدر يقاوم بيه الأمراض كلها، يعني مش بس الكورونا. تمام. منشطات المناعة ربنا خلق لنا حاجات كتير جدا بتحمينا. أقول أمثلة بسيطة وسريعة عشان فضل. الموضوع كبير. فضل. الجلد السليم اللي ربنا ادهولنا دوت ده أول حائط صد ضد البكتيريا والفيروسات. تمام. فلازم نحافظ على الجلد بتاعنا يبقى سليم. واخد بحضرتك إزاي؟ اللعاب، تملي جفاف الحلق دليل على المرض. فحتى في توصيات كورونا بيقول لك تملي تستخدم الغرغره او الماوس ووش
وتخلي تملي الانف والحلق ما بيقوش جافين. ده برضه ياخدنا نقطة كده جانبيه، دي حلاوه الوضوء. انا لما بتتوضى خمس مرات في يوم انت بتعمل الحاجات دي بطريقه اليه، انما جميله بتحمي جامد جدا. علشان كده احنا شفنا في ازمه كورونا في نوع من الاهتمام بالعلم والعلماء، ورجعنا تاني بالدين. دين اساسي، ان النظافه مشكلة. الشخصيه دي مهمه جدا. في اوروبا كان عندهم مشكله، المشاكل المناديل الورقيه اختفت. طب يعملوا ايه؟ فلجأوا يعملوا زينا، ابتدوا كلهم يحطوا شطافات، وبعد ما يشطف يغسلوا ايده بالميه والصابون. فبرضه دي من ضمن الحاجات اللي بتنشط المناعه، النظافه، النظافه الشخصيه. في حاجات في الطبيعه موجوده ممكن نرفع بيها مستوى المناعه. كل حاجه ملونه ربنا خلقها، خضره حمراء صفراء، المانجا، البرتقال، الليمون، اي حاجه في الاكل ده كله بترفع الرمان، بتنشط الجهاز المناعي بتاع البني ادم، وتخلي المناعه بتاعت الجسم بتاعه قويه جدا. فلازم انا اتغذى حلو جدا، لازم وجبه السلطه الذاتيه بقى اساسيه جامده جدا، دي بترفع المناعه عندي. لازم اتعرض للشمس عشان فيتامين دي، ده مهم جدا. ولازم يحصل فيه تهويه بالنسبه للبيوت، ما اقفلش، لا بالعكس ادخل الهواء. وده الخناقه بيني وبين بنتي تملي، هي دكتوره بشريه اخصائيه نساء ولاده، تملي تقول لي افتح الشبابيك يا بابا عشان الهواء يخش بينقي الحجرات. بالظبط كده، فده مهم جدا جدا جدا. يعني في حاجات تانية برضه ممكن تزود وتنشط الجهاز المناعي. انا من حسن حظي بتاعي في الماجستير والدكتوراه كان حظي حلو، واشتغلت مع اكبر علماء في مصر على منشطات المناعه، زي الزبادي، البكتيريا المفيده اللي موجوده في الزبادي بيسموها الناتشرال مايكروفلورا اللي ربنا خلقها في جسمنا، لقوا في ساعه المرض البكتيريا الضاره بتزيد عن عددها عن اعداد البكتيريا المفيده. فاحنا فكرنا ان احنا ناخد البروبيوتيك دوت او البكتيريا المفيده دي كلها بكميات كبيره ونبتدي نديها للحيوان. اوريدي في البني ادمين بيستخدموها، يعني حتى في الاطفال دلوقتي اللي عنده اسهال بيدوا له حاجه اسمها اسيديفايد ميلك، يعني الـ 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 البكتيريا المفيده مضافه على الدواء بحيث ان هو يرفع المناعه بتاعته ويحميه من الامراض اللي بتسبب مشاكل في جهاز الامعاء والمعده. فده مهم جدا. فخدنا البروبيوتيك دوت وبدات اضيفه كيلو على الطن بالنسبه لاعلاف الدواجن، امتنع الاسهال خالص، وبقت العجول صحتها حلوه جدا، وتقريبا اختفت الوفيات. اما جيت في الدكتوراه عملنا شغل رائع جدا برضو على لقاح البي سي جي. لقاح البي سي جي ده اساسا متاخد، ودي النقطه بتاعتنا المهمه، ده متاخد للسل. تمام. في سنه 77 حصل عندنا وباء حمى الوادي المتصدع، جه هجم وحصد ارواح كتير جدا وعمل مشاكل كتير جدا في مصر، بالذات في صعيد مصر. بالصدفه كان في مشروع شغال على لقاح البي سي جي، كان ماسكه الدكتور عبد المنعم بركات، اول يعني من ضمن علماء البيطريين الموجودين في مصر، يعني انتج عندنا في المعهد، وانتج في المعهد عندهم بربع جنيه الجرعه. صادف بقى ان الاغنام والعجول اللي متحصنه بالبي سي جي قاومت ضد قاومت اللقاح الريفتي فالي فيفر. بيقولوا ان الاطفال الصغيرين في السن عندهم زي نوع من المناعه من الكورونا والفيروسات تقريبا، والفيروسات تقريبا. في بعض العلماء بيعزوا ان دوت نتيجه ان عندنا في مصر بالذات بنحصنهم بلقاح البي سي جي، فده بيدي له مناعه. حتى تلاحظ عندنا نسبه الوفيات في مصر قلت جدا، يعني الحمد لله. فلقاح البي سي جي دوت ليه بقى؟ ده بينشط عندنا في نوعين من المناعه، مناعه بيسموها المناعه السائله اللي هي الاجسام المضاده، والمناعه الخلويه، ودي الاخطر عشان بتخش جوه الخليه. جوه الخليه نفسها. فالفيروسات كلها بتعيش جوه الخليه، عشان كده لما الدكتور سمير قال ان المضاد الحيوي ما بيعالجش الفيروس، ليه؟ ان الفيروس عايش جوه الخليه، فالمضاد الحيوي مش هيوصل له. هو ما يوصل. ايه اللي يوصل له بقى؟ حاجه اسمها خلايا تي سيلز. تي سيلز دي اللي هي الخلايا السائله، دي بتخش جوه الخليه وبترفع جهاز المناعه. فليه لا ان يكون البي سي جي بيقابل هضوم مهم جدا، ومعين ده لو خدته مش هيضر، ده مش هيضر، ممكن ينشط مع يعني لقاح البي سي جي مش لوحده. مع الايه؟ مع التغذيه الحلوه، مع المفيده، مع التمرينات الرياضيه، يعني كل ما ينشط ويرفع الجهاز المناعي دوت بيساعد ان انا بزود المناعه بتاعت الجسم. في بعض الناس بعض الدراسات قالوا دلوقتي بيستخدموا بنجاح الايفرماكتين. نفس القصه برضه. الايفرماكتين ده بيعالج الاصابه بالطفيليات في الكلاب والقطط والابقار. وفي البني ادمين بيستخدموه عشان يعالجوا زي الامل الراس بالظبط، والحالات الجلد زي الورديه والحاجات زي كده يعني. بالظبط.
لقوا ان في المعمل استخدام الايفرماكتين بيمنع او بيوقف تقاصر فيروس الكورونا خلال 24 ساعه تمام. بس الكلام ده كله انا بنصح الناس ما حدش يجربه لوحده، ما ينفعش لانه بيتعمل في المعمل ده خارج الجسم. فانا استنى لحد لما العلماء يقولوا لي زي الدواء الثاني اللي هو الهيدروكسي كلوروكين اللي هو بيعالج الملاريا. بالزبط. الملاريا برضه دي بتيجي نتيجه البعوض، تمام، فالفيروس بيبقى عايش جوه الخليه، فلو قلنا لو بيجيب نتيجه حلوه معاه مع مضاد حيوي. لحد دلوقتي الـ FDA اللي هي هيئه الغذاء والادويه في امريكا ما وافقتش على اللقاح دوت او العلاج دوت، فاحنا مش عايزين نستعجل ويحصل عندنا هوجه والناس كلها تجري على الصيدليات. الدواء كان ثمنه 90 جنيه دلوقتي بقى ثمنه 2000 جنيه لانه له اضرار جانبيه لو انا استخدمته مش تحت، وانت ما تعرفش عندك ولا مش عندك. ممكن يسبب عمى، بيوقف عضله القلب الشبكيه. لازم تحت، انا لازم اي ما اجي اتحرك العلم لازم تحت اشراف طبيب، ولازم يكون خلاص اثبت بنسبه 100% ان هو فعال وان هو امن وان هو السايد افكت بتاعه ما فيش وكل النقط دي. نيجي بقى لنقطة، يعني احنا اتكلمنا كده الأمراض المشتركة ودخلنا في الأمراض المشتركة وأهميتها، السل والسعار فدكتور سمير، احنا يعني تقريبا معظم الحيوانات بينها وبين الإنسان أمراض مشتركة، يعني يمكن الناس برضو توعية مش عارفين إن البقرة في أمراض مشتركة بين الإنسان، معلش الحصان في أمراض مشتركة، الكلب في أمراض مشتركة، السلحفة اللي بنربيها في البيت فيها أمراض مشتركة، العصافير فيها أمراض مشتركة، فعاوزين نقول إن معظم الفئات معرضة، بس في فئات الأكثر عرضة واللي إحنا بنحاول إن إحنا نقولهم خلي بالكم واعملوا احتياطاتكم، إيه هي الفئات الأكثر تأثرًا للأمراض المشتركة؟ هو من ناحية التأثر كل الإنسانية والبشرية والبني آدمين كلهم، أي حد بيقترب من الحيوان هو معرض للأمراض المشتركة، بس الأكثر عرضة مين؟ اللي هم أولا الأطباء البيطريين، ثانيا المتعاملين مع الحيوان والمربيين، العاملين بالمجازر، شغل المجازر كله مجال للعدوى بالأمراض المشتركة، يعني الباحثين والمعامل البحثيه والمعاهد البحثيه والانصار. يعني احنا بنتعامل مع الفيروس مباشره، مع الفيروس وبننميه على خلايا، بننميه في بيض، فلازم يعني انا عشان اشتغل مع الريبيز فيروس انا محصن ضد الريبيز عشان ما يحصلش اصابه، تمام. انما لو حد بيشتغل رفلي كده من غير ما ياخد الكير بتاعه، لا ده ما ينفعش. فدي الفئات الاكثر عرضه. الفئات اللي حاليا دلوقتي متداوله، كل الفلاح بيتعامل مع حيواناته، الدكاتره والفلاحين في مزارع الدواجن ومزارع الطيور عموما، سيدة المنزل المعرض، سيدة المنزل كل اللي هي ما بتجيش جنب الحيوانات خالص، قاعده في البيت بتجي لها الاكل جاهز. أيوة. معرضه لسه هقول لسعادتك بقى المجموعه كلها كمان اللي بتتعامل مع الحيوانات المنزليه. أيوة. حاليا منتشر جدا تربيه الكلاب والقطط والطيور الزينه وحاجات والاسماك والحاجات دي كلها، فالحاجات دي كلها عرضه لنقل الامراض المشتركه، وبالذات لو بعدنا عن الامراض الخطيره زي السعار والسل والبروسيلا، في الامراض الجلديه والامراض التنفسيه الحاجات دي كلها خطيره جدا، فاي حد يتعامل مع الحيوان يكون واخد الحذر التام، ثم مهتم بالحيوان نفسه ومعلي الهيجين بتاعه ومحسن حالته الصحيه جدا. سيدات البيوت بتجي لها الحيوانات بشكل جاهز، واللبن لحوم البان دواجن اسماك، كل دي ممكن تكون حمله لجزء من الامراض المشتركه لو اتعاملت معامله سيئه. يعني لو الدواجن مش جايه من مكان كويس ومش جايه متنظفه كويس، ممكن تبقى مصدر لبعض انواع البكتيريا، مصدر لبعض انواع، يعني ما نعرفش اتجهزت ازاي، فلازم يكون حريصين جدا جدا في التعامل. يعني ممكن عمليات الطهي تقضي، لكن لازم التعامل نفسه مثلا يبقى في جوينتي قبل في حاجه قبل في جوينتي في معاملات معينه لو بتتعامل مع الفرخه نفسها، الفرخه نفسها الكيان بتاعها ملوث من الخارج بحاجه هي هتتعامل معاها، فهتبقى منظر للعدوى بالنسبه لها، فيبقى لازم نكون حريصين جدا بارتداء قفازات، الماسكات، استعمال مطهرات في كل مكان. المحافظة على الحيوان هي اللي هتؤدي للمحافظة على الإنسان، فلازم الحيوان يكون عايش بصحة جيدة جدا ونتعامل معاه سواء في المجازر أو في المنازل بشكل حريص جدا جدا عشان نحاول نسيطر على الأمراض المشتركة كلها. تمام. حتى يعني من ضمن الحاجات حضرتك يعني إن ما فيش حد آمن
يعني حتى الاطفال لو جه يشتري ايس كريم ممكن الايس كريم ده يبقى مصدر للعدوى طبعا. حضرتك يعني هو المفروض ان الالبان كلها معامله طبيه بحيث ان هو يوصل سليم، انما ممكن يتلوث بعد كده، يعني يتلوث في اثناء التداول مش في اثناء التصنيع حتى. فلازم نكون حريصين جدا 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 في كل التعاملات حاليا، بالذات ان الحاجات دي كلها بتتنقل بالتلامس، وبعدين الطرق بتاعت ايده عند عينه في الفم، في ما نقدرش نسيطر على حركه الايد. ده في امراض كمان يا دكتور محمد من البيئه، يعني احنا غير الامراض المشتركه في مثلا التيتانوس، التيتانوس ده مش مرض مشترك بس موجود في البيئه، موجود في وبيعدي الانسان والحيوان طبعا. فده برضه يقول لنا اللي ايه، ان البيئه مثلث مع الانسان والحيوان. وده كان حصل عندنا في مصر، بس قبل ما اقول الحادثه بتاع حصل عندنا، انا عايز بس اكمل حاجه صغيره دكتور سمير، ان لازم في وعي مجتمعي مين اللي بيقوم بيه بقى دوت. ده الدور المهم جدا للاعلام بالظبط، وانا اعتقد الاعلام مش مجامله، عشان احنا قاعدين في مدينه الانتاج الاعلامي، قايم بدور كبير جدا في توعيه الناس، وصراحه قناه الصحه والجمال دي مهتمه بالصحه، ودي حاجه مهمه جدا. مع دكتور محمد توفيق احنا عاملين خطه مكافحه السعار، مرض السعار، قائم على ثلاث نقط ده مهم جدا بقى، لازم اعمل الارم وانبه الناس. تمام. ان اسمع كلام الدكتور، في ناس بتشرب لبن الجمال بيقول لك ده ما بينقلش الامراض، لا ده ثبت بالعلم ان لبن الجمل لازم يتعامل الاعشاب، بينقل البروسيلا، بتعمل اجهاض معدي، بتعمل مشاكل جامده جدا. ما اشتريش جبنه قريش من واحده فلاحه اقول لك دي غلبانه واشتري منها، لا لان هي بتعمل الجبنه القريش بدون ما تعامل اللبن، بدون ما تغلي. اما اشتري اي حاجه لازم بقى اجيب جبنه، في حاجه اسمها مصانع تحت السلم، لازم برضو ان انا اشتري من مصادر موثوق منها. يعني لازم هنا الاعلام مهم جدا، ولازم الناس يبقى عندها وعي. لما اجي اتعامل بتعامل مع مكان موثوق منه، زي ما كنت انا ماسك رئيس مجلس اداره الهيئه العامه للخدمات البيطريه، وبيقولوا لي دلوقتي الناس بتذبح في الخارج في الشارع وانت مسافر على الطريق الزراعي والطريق الصحراوي، تعمل ايه؟ قلت له انا مش قادر اعمل حاجه، انا مش كل شويه اطلع بوليس واطلع لجنه واطلع للناس دي كلها، المفروض الناس هي ليها دور. عشان كده الدوله بتقول دلوقتي عشان نقاوم الكورونا مش الدوله بس لوحدها، لا ده لازم المواطن نفسه يبقى له دور ايجابي في حمايه نفسه وحمايه الدوله. يعني دي زي ما احنا بنقول لازم كلنا نبقى مع بعض وكلنا على قلب راجل واحد، ده دور مهم جدا للمجتمع في مقاومه الامراض. يعني هو طبعا بنقول ان في النهايه كده ان في اجراءات بتتاخد عشان خاطر الوقايه ضد الامراض المشتركه، خاصه بالحيوان وخاصه بالانسان. تمام. فخاصه بالحيوان زي ما حضرتك بتقول، الحيوان نفسه ياخد التحصينات بتاعته. طرف ثالث البيئه. طرف ثالث البيئه. انسان حيوان بيئه انفايرمنت. بالنسبه للانسان رقم واحد طبعا تحصينات واتباع المثلث بتاعنا في مقاومه السعار، توعيه، تطعيم، تعقيم. بالظبط. زي ما ابتدينا واحنا تقريبا ابتديناه قبل منظمه الصحه. 2014 من قبل منظمه الصحه ما تقول، يعني يمكن انا النقطه اللي انا بقولها ان قواو صحه وعالم واحد صحه واحده جه متاخر شويه. يعني حاليا مشكله الكورونا والدنيا اللي قامت ووقفت، لو احنا كنا ابتدينا من زمان من 10 سنين كانت الدنيا هتبقى احسن من كده. طبعا في نهايه الحلقه عاوزين بس نسمع من استاذنا الدكتور محمد جرحي اهم النصايح اللي هي بتاعت الامان الحيوي اللي ممكن نتبعها واحد خارج من البيت وراجع، او اللي قاعدين في البيت. طبعا احنا الشعار اللي بنقوله وكل يوم بنقوله كل حلقه، الزم بيتك الزم بيتك الزم بيتك. النصائح العامه اللي حضرتك تقدر تقولها لنا؟ النصائح العامه اللي هي نصائح اسمها عامه عشان كلنا، اللي هي النظافه اهم حاجه، الامن الحيوي، الستي هوم، ده شعار مهم جدا، الواحد لا يخرج الا للضروره الملحه، خاصه في الفتره الحرجه. بيقولوا الفتره اليومين دول هي الفتره اللي بتبتدي، كان في حضانه للفيروس، هيبتدي الفيروس ينشط دلوقتي. خاصة في الجو دلوقتي في أتربة كتير جدا والجو متقلب، يعني الفيروسات دي كلها بتنشط بين الفصول. تمام. عشان كده مع رياح الخمسين مع بين الفصول في أمراض كتير جدا بدأت تنشأ، واخد بالك ازاي؟ فإحنا لازم ناخد بالنا في اليومين دول، نسمع النصائح اللي الدولة بتقولها لنا. أنا باكي على نفسي لما حد بيقول لي صلي في الجامع، في ما تصليش في الجامع او في الكنيسه، انا مش ضد او ضد الدين، لا ده انا بدافع عن نفسي. وبعدين فرصه كمان ان الناس تقعد مع بعضها.
يعني تملي الابن في السايبر مشغول. كله مشغول، والاب قاعد على القهوه والام في شغلها، عملت تقاوم اجتماعي، الناس قاعدين مع بعض. تمام. فانا بلاحظ دلوقتي بعض الاسر بيعملوا صلاه جماعه مع بعض، بيصلوا مع بعض، كله الحمد لله بيقروا القران مع بعض. تمام. ففرصه ان العائله حتى خلي البيت بتاعي، يعني زي ما كنت كتبت في على الصفحه بتاعتي، يبقى البيت ده جزء من الجامع ومن الكنيسه. ماشي. يبقى البيت ده مليان بركه، مليان حب. سمير كمل لنا نقطه اخيره، خلاص الوقت يعني. هو النظافه الشخصيه طبعا، غسيل الايدين، مجرد ما بترجع من الخارج بتحاول تحمي الناس اللي جوه، بتاخد الدش بالكامل، بتغير ملابس بالكامل، بتغسل ايدين كويس، بتبعد عن اماكن مزدحمه. معاك الكحول بقى طول ما انت ماشي، معاك الكحول، الكحول والماسك في الاماكن المزدحمه والمخالطه، وطبعا بتبعد عن اي حالات اصابه او حالات قريبه من المرض زي كده. وان شاء الله بس احنا التوعيه ان شاء الله احنا ماشيين فيها كلها، بس باذنك يا رب. انا عايز انبه بس الجزئيه صغيره في الفيروسات، في ناس تقول لك الحراره والجو لما يطلع حر الفيروس هيموت وبتاع، الكلام ده مش علمي، شائعات مغلوطه، مش علمي. وبعدين الفيروس محتاج بس ان انت تقطع دوره حياته، تقطع دوره حياته، ان انت ما تاخدوش من مريض بالظبط، ان احنا نقعد في البيت، تقطع دوره حياته. انما في اخر الحلقه بنشكر استاذنا الدكتور محمد الجوحي نائب الوزير الاسبق وزير الزراعه، واستاذنا استاذ البحوث بمركز البحوث الاستاذ الدكتور سمير ادريس، وبنشكر سعادتكم على المشاهده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.